في بداية أشغال هذا المجلس الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة أود أن أوجه تحية تقدير لكل نساء المغربيات اللواتي بصمنا على مسار مشرف در على درب المناصفة بعد ما قطعت بلادنا أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي وذلك بفضل التوجيهات السديده لجلاله الملك نصره الله والانخراط الفعلي لكل لكل القوى الحيه للبلاد. واليوم نعتز بكون ست وزيرات في هذه الحكومه يتحملن مسؤوليه مسؤوليه حقائب استراتيجيه وهو ما يعكس الاراده السياسيه الحقيقيه لهذه الاغلبيه من اجل تمكين المراه من مشاركه فعاله وحقيقيه. كما تولي الحكومة مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا وهنا نذكر أن تأنيت المناصب العليا ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022 ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023 وتواصل الحكومة العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهم من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث أحدثت الحكومة لأول مرة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023/2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين وغيالة سيدات والسادة الوزراء من خلال هذه الخطة تسهر الحكومة على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية وبخصوص ملف التشغيل هذه مناسبة نذكر بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من دفع الاقتصاد الوطني رغم صعوبة الظروف الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية حيث سجلت أنشطة الغير فلاحية معدل نمو قدره 3.6% سنة سنة 2022 وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019 والذي بلغ 3.1% سنويا كما ساهمت الأنشطة الغير فلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صافي سنة 2022 وهو مستوى يقترب كثيرا ورغم صعوبة الضفية من معدل 190 ألف منصب شغل صافي المسجل خلال الفترة 2015 و2019 وبفضل دينامية الأنشطة الغير فلاحية ورغم تراجع النشاط الفلاحي انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندومية السامية للتخطيط من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022 ومع التنامي المستمر للأنشطة الغير فلاحية والتحسن الملحوظ التي تعرفه السنة الفلاحية الجارية نتوقع ان تمكن السياسات العموميه التي تتخذها الحكومه من مجال التشغيل من جهه والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهه اخرى من تعزيز فرص الشغل خلال سنه 2023 وهي مناسبه كذلك نذكر بوضع الحكومة لبرامج مبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حضور الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة خاصة منها برامج أوراش العامة الصغرى والكبرى وفرصة التي أفازت عن حصيلة إيجابية السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنين والمواطنات كما نتوقع أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل حتى نبلغ معا سيدة السادة الوزراء مقصد خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك